لما يجي هون هي عندي كيف بدنا ندخل الاوتدور تمبرتشر في المولد. هاي ال 50 هذه طبعا مدخله 50 فارنهايت. خليني افترض اني بدي اعمل لشهر معين مثلا بدي اعمل لمارش. مارش انا باخذه هون مثلا معتبره 28 12. اذا هذا احنا حاطينه شهر 3. اول خطوه بدي ادخل هذا الرقم، هذا الرقم هو الافرج للرقمين هذول 20. فبناخذ 28 و12 على 40 على 2 20. اذا تي افرج بتساوي 20 سلسيوس، بس ال 20 سلسيوس بدي احولها لفارنهايت. فبصير عندي تي افرج ان فارنهايت شو بتساوي؟ بتساوي 20 مضروبة في 9 على 5 زائد 32. مظبوط؟ مظبوط حسابي هيك؟ فتقريبا عم بضرب ال 20 تقريبا في 2 وبجمع لها 32. واضح ان هذا التحويل قديش بيطلع؟ 68 درجة. هلا باجي هون بحط 68 درجة، تمام؟ هلا التغير قديش قيمة التغير؟ أنا كان عندي 20، 20 ل 28 بدها تطلع 8 سلسيوس، مش هيك؟ إذا دلتا تي بالسلسيوس بتساوي 8 درجات. أنا هون المفروض أحط كلفن على فكرة. أوكي؟ بدها تطلع 8 درجات وتنزل 8 درجات، يعني شو بنقول؟ عم بقول الساينوسويد اللي راح أدخلها عشان تمثل التغير في درجة الحرارة راح تكون هون 8 كلفن أو سلسيوس زائد وهون ناقص 8 كلفن او سلسيوس، تمام؟ بدي احول الان، هلا هذا فرق في درجه الحراره مش ابسولوت تمبرتشر، ولانه فرق في درجه الحراره ما بتدخل فيه 32، ما في الشيفت تبع 32، واضحه هاي النقطه؟ فهون بضرب في 9 على 5 او بخسر او بضرب في 5 على 9، طبعا هون من سلسيوس لفارنهايت بضرب في 9 على 5، فبصير عندي دلتا تي فارنهايت، هي دلتا تي سلسيوس، دلتا تي فارنهايت تغير في درجة الحرارة بيساوي 8 سلسيوس أو كلفن في 9 على 5، ما في 32 لأنه هذا دلتا تي تغير في درجة الحرارة. قديش بيطلع 8 في 9 على 5؟ 14.4، خلينا نسميها 15. بصير عندي هون بدي أعمل زائد 15 فارنهايت وهون ناقص 15. فلما بدخل على الساينوسويد اللي موجوده جوا بحط الامبليتيود تبعها زائد 15 ناقص 15، شو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هون لما تيجي هاي درجه الحراره هون اليوميه، قديش هاي البيريود اول شيء تبعتها؟ 24. هي 24، بس احنا عارفين انه اليونت تبعت الزمن في هذا الموديل ساعة. ممتاز. فباجي بقول هذه 24 اور بين هون وبين. هلا هون راح يطلع هو راح يزيد ل 68 زائد 68 زائد 15، مش هيك؟ اللي هي 73، مضبوط؟ و 68 ناقص 15 راح يكون 53، مضبوط؟ لما يرد يتحول من هون لهون ايش لازم يرجع يصير؟ لازم يرجع 28 12، مضبوط؟ فلما باجي بطلع هون، هون طبعا صار سلسيوس هون فارنهايت، لما هذا يتحول هون هلا راح احوله من فارنهايت لسلسيوس راح يصير عندي هون. حتى هون يمكن فيش حاجه اني احط هذا الخط هون، هذا الخط هذا هون 28 سلسيوس 12 سلسيوس، تمام؟ فاحنا حققنا هيك الفاريشن على 24 ساعه انتقل. وهذا ما بصير اقول انه هذا نفسه خلص بحط الموديل 68 بدون ما يتغير، رح يعطيني ارقام خطا. واضحه هاي النقطه؟ انا عمالي بقول درجه الحراره اليوميه عم تتغير، ترتفع ل 28 وبتنزل ل 12، مش نفسه اني اعمل رننج للموديل ل 24 ساعه على على الافرج تبعهم اللي هو قديش بيطلع؟ 20، مش هيك؟ مش نفس الشيء، ما بيطلع نفس الريزلت، لانه ممكن اذا عملت له رن على 20 احس انه درجة حرارة 20 لمدة 24 ساعة مناسبة ما يشتغل الهيتر اصلا، بس هون اكيد الهيتر راح يشتغل بالليل. فاهمين هاي النقطة؟ ما بصير اقول انا باخذ الافرج وبعمل له رن ل 24 ساعة،
لازم اشوف هذا التغير عشان يبين معي امتى الهيتر بتشتغل وامتى الهيتر بتطفي. ليش 93 53 فارنهايت؟ مش الاصل عفوا 83 مش هيك؟ 68 و15 83 مش هيك؟ و68 ناقص 15 53 مضبوط؟ صح؟ 68 ناقص 15 8 ناقص 5 ب 3 و6 ناقص 1 ب 5 مضبوط 53 هاي بس هون 83 مش 73 هيك تحولت هاي لهذا لما تحول لاحظوا الموديل من جوا كله بيشتغل سلسيوس بس اليوزر من برا عم بدخل فارنهايت وبقرا فارنهايت بس احنا نعم بالاسايد مثلا بدنا نخسر جزء فارنهايت وندفع على طول سلسيوس مضبوط نسوي هيك مش فاهم لو بالسيموليشن نفسه بالاسايد دخلناه على طول سلسيوس وشلنا بارت الفارنهايت بصير فكرة شيء إذا بصير بدك تعدل الموديل عدله كله أنا ما عندي مشكلة إذا بدك تريح حالك وما تبلشش بهاي الشغلة that's fine بدك تشيل بس هذا لازم تخليه هذا الفاريشن بدل ما يكون 15 بده يكون 8 مش هيك زائد 8 ناقص 8 بصير وهاي إذا بدك خلص بتدخلها من هون سلسيوس فبتصير وبتشيل هذا البلوك وبتشيل البلوك الثاني اللي هناك بصير تمام فكرة يعني فكرة جيدة تمام نعم وانت عفوا تقدر تعمله لانه الموديل تبعك كله من جوا سلسيوس انت بس حاط انترفيس هون انترفيس واحنا اصلا بنفكر اكثر احنا بالسلسيوس بصير جود ايديا يعني جود سجستشن نعم دكتور ممكن كمان نحط الكوست مثلا في الجوردن تمام 100% ممتاز غيره اذا بدك حتى الكوست انا مش حابب الطريقه اللي هو حاطط فيها الكوست لانه مخفي لهذا المفروض الكوست على فكره عامل فيه اكثر من شغله محوله من جول لكيلو وات اور لان الاصح والارتب شو تعمل حول من جول لكيلو وات اور يعني الاصح في الموديل اللي هو حاطه الموديل لان انا مش كاتب الموديل انا اخذته زي ما هو الموديل اللي موجود الارتب كان انه لما يطلع مع متذكرين كان عندنا شيء اسمه واحد على اس شو قلنا الواحد على اس انتجريتر يعني بجمع جولز فهذا هون على فكره بعطيني سم اوف انرجي وايش وحدتها جول تمام وهون عندي انا على فكره هون عندي وات باور لما هو عماله مش هو عم بشوف وات كل سكند عماله بياخذ وبيجمع فالانتجريشن حول من باور ل انرجي هذا اللي هو هون باور في وحده وات والباور هذه اللي طالع من الهيتر مش الهيتر عم تطلع لي طاقه فانا وطبعا احنا اجت من هون وكملنا اخذنا فيها اشياء ثانيه وهون هاي جاي من الهيتر الهيتر طلعت هاي طلعت لي قديش كم وات هي شغاله عملت له انتجريشن جمعت قيمه كميه الانرجي هلا الارتب شو اعمل حوله كيلو وات 100% هلا باجي بقول جول وهي مستعمل اثنين زي ما هم بيستعملوا تمام وبحط هون كيلو وات اور مش هيك ارتب حتى احول من جول لكيلو وات اور على ايش بقسم 3000 على 3.6 مليون فهذه راح تكون عباره عن قسمه على 3.6 اي تو ذا 6 تمام كل واضح فاهم هاي النقطه جوا بيكون في فورمولا بتاخذ انبوت بتقول الاوتبوت بيساوي الانبوت مقسوم على 3.6 مليون شو صارت عندي هون هلا ضلت انرجي مش هيك بس ايش هون وحده الانرجي مش هيك ارتب هاي بعدين باجي بعمل كوست هو اظن انا السيمبل غلط اللي استعملته هو المفروض يكون مثلث جين اظن مش هيك مضبوط الجين ولا فورمولا الكوست تبع على كل حال خلص انتم فاهمين الهاي هلا اللي بعدها الكوست هو بس بضرب في رقم مش هيك مش فورمولا او بدك تحطها زي ما بدك تحط هاي مثلا هون هلا هذا بصير الكوست هلا هون الكوست بايش بدي اضرب بالتسعيرة 0.009 مثلا اذا بدكش استعملها سنت زي ما انت اقترحت مثلا بدك تستعملها 6 قروش مثلا فباجي بقول هي 0.06 وبتعرف التعرفه عندنا حاطين التعرفه تصاعديه شو يعني تصاعديه؟ بتتغير مع يعني كل بتتغير بس بتتغير باي اتجاه هاي تصاعديه بيعلى هو ليش؟ لانه ليش هو عمال بحط لك تعرف تصاعديه مش تنازليه عشان يقلل الاستهلاك عشان يشجعك انك ما تستهلك فانت اول شريحه مثلا بتدخل فيها بتدفع 3.3 قرش او 3.3 كيلو وات اور لكن انت لما تدخل الشريحه اللي بعدها بتصير تدفع مثلا 6 او 10 تمام هلا اذا انت رحت على محل ملابس وبده يشجعك انك تشتري شو بعطيك شو بعمل لك التعرف
تنازل هيك شو يعني؟ إذا شريت قطعة بكون ثمنها آلاف، شريت قطعتين بصير سعر القطعة أقل. ثلاث فاهمين علي؟ فأنا التلف هون استعملته، طبعاً هذا مش موجود عندنا هون، إحنا مفترضين إنه هاي كونستنت. هذه هون بتكون أرتب، شو بطلع معي بالآخر؟ accumulated التكلفة الكاملة في النهاية السنوية. هذا هيك أرتب وأوضح، أوضح بالضبط من وين بدنا نأخذ. إذا بدي أخذ كمية الاستهلاك بطلع هون، إذا بدي أخذ الكوست تبعها بطلع هون. هو كان دامج هذول التنين في البلوك واحد، هذا هيك أرتب. دكتور متأخر بس هون بالفوق باخذ الأفرج وبعدين بحطه بالفاريشن. تأخذ تأخذ الأفرج تحطه هون، تأخذ الفاريشن تحطه هون. تمام؟ تأخذ الأفرج يعني هاي حطه هون، لأني أحط خط هذا البين كان بروحي لك إنه صفر هو مش صفر. الفاريشن على أي أساس أنا اخترت 15؟ الفاريشن هيو من هون، شوف شو عملنا. إحنا جينا طلعنا قلنا أنا عندي 28 و 12. انت لو بدك تفكر ب 28 و 12 انها ساين، إن كانها ساين ويف، بتقول الـ 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 الوسط تبعها شو بده يكون؟ بده يكون افرج التنين، مش هيك؟ يعني جينا احنا حكينا هون هي عندي 28 و 12، انا عمالي بقول انا عندي هاي كانها بدها تصير هي ساين ويف. هو في شيء اثبات انها هي ساين ويف، بس احنا اخذنا ساين ويف انه هي طريقه تغير يوميه. نعم. جينا قلنا انا عارف انه بوصل هون 28، مش هيك؟ خلال الظهر او اعلى او الساعه 1 او 2 بوصل 28 وبالليل بنزل ل 12. طيب هون في خط رح يكون هو اللي هو متحرك منه، مش هيك؟ ايش بده يكون؟ واضح انه هاي مساوي لهاي، فشو بده يكون هذا الخط؟ والافرج لهاي مع هاي، ف 28 زائد 12 40 على 2 20، هاي صفت 20. ال 20 اخذناها وحطيناها هون، بس انا هون لانها فارنهايت تحولت ل 20 لفارنهايت. تمام؟ بعدين اجيت قلت هاي ال 20 هي عباره عن 20 زائد ساينوسويد، مش هيك؟ بس الساين هذا له امبليتيود. مضبوط؟ شو هاي التغير؟ قديش هذا التغير اللي هون؟ هي مبين 20 ل 8 و20 ل ناقص 8. فلما بحط هون 8 صفت هاي عباره عن 20 زائد 8 ساين. والساين بتغير بيعمل سايكل كامل كل قديش؟ 24 ساعة. هي في الموديل ما في كلمة ساعة، ما رح تفتش كل الموديل لأنه ما رح تلاقي كلمة ساعة. شو رح تلاقي؟ 24 مر 24، كل ما يمر 24 هذا بيعمل سايكل كامل، هي 24 ساعة. احنا عارفين انه اليونت تبعت الزمن ساعة، لأنه كل اليونتس اللي حطيناها في الام 5 كانت ساعة. تمام؟ في أسئلة ثانية؟ واضح الآن شو بدكم تعملوا بهذا الموديل؟ كل سيميليشن بدك تضطر تعمل 4 أيام تتمثل الاشي السنوي. يجينا قلنا بنمثل الاشي السنوي وناخذ 4 ايام، 4 اشهر بالسنه. اخذنا شهر 3 وشهر 6 وشهر 9 وشهر 12. لو بدي اكون دقيق اكثر شو باخذ؟ كم سيميليشن بعمل؟ 365، يعني كثير 365، بعمل 12 شهر. باخذ كل شهر من الاشهر بعمل 12، بس باخذ الافرج طبعا، بعتبر انه هذا الاشي السنوي ب 365. لا 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 12 كثير، خلص خذوا 4 اشهر اللي هي خلال السنه ناخذهم نعملهم، ناخذ الافرج بعطيني ليوم. طب الارقام بالسلسيوس من وين نجيبها؟ من النت مثلا؟ قديش درجات الحراره؟ خلص خذ انت اذا بدك هذا. لا انت بالنت بتجيبها، هذا سلسيوس بتجيبها سلسيوس، مش فاهم. طبعا ادخل على النت، ادخل على النت وفي ويذر سايتس كثير بتعطيك. رح تعطيك، رح تقول لك الافرج تمبرتشر في جون في عمان هالقد الدنيا والقصوى، وراح تيجي تعطيك فكل الاشهر بتعملهم. بتعمل 4 بعطيك يوم، هذا اليوم ممثل، مش هيك؟ اعمل 4 اصح من اني اعمل مثلا 1 لمارش. ليش؟ غلط اني اعمل مره واحده لمارش، لانه مارش لا يمثل السنه كلها، مزبوط؟ ولا جون بيمثل السنه كلها، ولا ديسمبر، هم الاربعه مع بعض بيمثلوا السنه كلها. اوكي، واضحه هاي فكره الموديل هون؟ الاربع ايام اللي بنعملهم سيميليشن بيطلع معك كوست يومي